إمام عاشور. الصفقة هي ضربة للزمالك وهيفيد الأهلي، ولا زي ما بيتقال إن إمام عاشور راح ميتلاند والزمالك استفاد بيه ماديا، فبالتالي خلاص هو ما بقاش لعيب في نادي الزمالك؟ ليه انتوا بتربطوا ان ده بقى لعيب في نادي الزمالك وانتقل من الزمالك مباشره الى النادي الاهلي؟ اولا اي لعيب بيلعب في نادي الزمالك دلوقتي، وخصوصا ان امام عاشور مش من المتربين في نادي الزمالك، ده راجل محترف جبناه واشتغل لبس فانيله نادي الزمالك، بقت فانيله الزمالك هي اللي تقيله كبيره، صنعت نجم، صنعت لعيب كويس. اوكي الكلام ده كله، وهي نفس الفانيلا اللي ممكن تخليك تبقى في حتة تانية خالص، يعني ممكن تبقى ترفعك فوق، ممكن توديك في حتة تانية. انت استغليت الموضوع واشتغلت وكلام من ده، ايه الاحداث اللي حصلت من جوه؟ مين اللي بوظ الدنيا؟ مين اللي خلى الراجل ده يطلع يتحرك؟ وبعد كده النهاردة لما بتيجي بتعمل اي تعديل في الفريق او بتعمل لازم يبقى في خطة، خطة موضوعة من قبل كده، ان انا هقدر اطلع البديل اللي هيخرج. لكن انا مش لمجرد ان جالي لعيب جاله عرض همشيه وهو انا عارف ان ده عمود فقري في الفريق، يبقى المتسبب في اللي وعداه هو اللي تسبب في هزيمة نادي الزمالك في الدوري وسقوطه هذا الموسم. الناس دي ما فكرتش، لانها ما عندهاش فكر ان هو انا راجل هطلع واحد مكان امام عاشور لازم اجهزه، لكن ما اروحش اشتري اتنين لعيبه واروح جاي حاططهم واقول هم دول مكان امام عاشور، لان هم اوريدي عشان يدخل ويقاوم ويخش. رضا لما دخل، فاكر رضا هو انت دخلت في وسط فرقه تانية ولا دخلت في وسط حماده وكان مجدي شلبي وكان ايمن يونس وحلمي والناس دي كلها؟ بدل دخل في الوسط ده وعبال ما يخش وياخد دوره بالظبط يبقى دور. لكن انا النهارده جايب لعيبه ما عندهاش، ممكن يبقوا لعيبه كويسه في انديتهم كويسه، لكن لما بيجي يلعب في الزمالك الفانيلا واسع عليه، الفانيلا واسع، ما ينفعش ينزل على طول اجيبه من ضل النار واجي اقول ده اساس البريء، واجي اقول اصل ده بيلعب في فيوتشر ولا في ما اعرفش ايه، او بيلعب في المحل او بيلعب في كذا، يبقى خلاص ينزل يشيل الفانيلا ويشيل الفرقه معاه. الكلام ده ما ينفعش. الكلام ده اللعب في الزمالك حاجه تانية. بالظبط، لان في حاجه اسمها اصول. النادي الاهلي النهارده هو قوي بايه؟ قوي بلعيبته، جايب لعيبه في كل مكان، عنده مكان اللعيب اتنين بدايل. انت عندك فين البدايل؟ انت ما عندكش حد خالص. مين البدايل بتاعك في خط الدفاع؟ مين البدايل بتاعك في نص الملعب؟ مين البدايل بتاعك في هجوم؟ لحد دلوقتي انت ما عملتش. جايب لعيل صغير اسمه ايشو، لسه هيطلع ممكن لعيب مميز، ده كان انا ممكن اخلص عليه زي ما خلصت على سيف وخلصت على يوسف اسامه. انت فاهم؟ فانت النهارده ازاي اعدادك للولاد دول عشان يخشوا مع التيم؟ اذا كان دول هم كانوا موجودين ساعه لما اخذوا الدوري، ما كملتش بيهم ليه؟ يعني ما حطيت لهمش ليه قواعد وحطيت لهم لعيبه وابتديت تشتغل تبني عليهم؟ لكن انت النهارده مشيت امام عاشور وقعت لنادي الزمالك كله. ليه؟ لان هو اللي كان شايل الفرقه في الوقت ده، ومعاك 3 4 5 لعيبه برضو مشيتهم، بن شرقي وساسي وحامد واوباما والكلام من ده. ما النادي دي كلها كانت كويسه، وكان التيم كان شكله حلو، وكان فيه كوره وكان فيه متعه وفيه حاجات كتير جدا. لكن انت النهارده ايه المتعه اللي عندك؟ مفيش كوره خالص بتتلعب، مفيش اي حاجه، مفيش شكل للتيم. انت بتلعب في كوره حاجه اسمها بتاع ده لا مركزيه، ايه ده؟ هنا ده بيلعب هنا وده بيلعب هنا وده بيلعب هنا وده بيلعب هنا وده. طيب ما انت مش هتلعب الفرقه دي، مش هتلعب نادي الاهلي بنفس الطريقه دي، استحاله استحاله انك انت تلعب نادي الاهلي بهذا الطريق. لازم تحط عناصر انت عندك، عارف يعني ايه في فلان النهارده هنا موجود، كهربا ولا ايا كان بيلعب الناحيه يمين وشمال، عبد القادر او الناحيه الثانيه فلان حسين ولا في نص ملعب، ولا عندهم نص ملعب تقيل معروف واخد باله. وانا بقول لك انت النهارده امبارح وقلت اكدت، قلت لهم يا جماعه نص الملعب لو النادي الاهلي هيلعب بلعيبه كويسه، نص الملعب لو اتاخد مننا هنخسر كتير. ما ينفعش، كان لازم يلعب عشان كده. انت مش عايز تلعب في البطوله العربيه؟ اكيد اكيد هنخسر ويبقى شكلنا وحش في وسط العرب. انت النهارده اسمك كبير، نادي الزمالك ما تفقدوش.